السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو ننقل كلام السيد أو عفوا الشيخ الفاضل الشيخ سلام العسكري بخصوص مسألة قانون أو تعديل قانون الأحوال الشخصية. لنستمع إن شاء الله إلى تمام الكلام والذي أقتبس منه هذا القول. الشيخ الفاضل يقول: إحنا ومرجعنا، إحنا وقائدنا، احنا وحوزتنا موافقين، فانت من اي باب تدخل من باب الحرية الشخصية، فاحنا اصحاب الرأي ان صحت العبارة، اصحاب القرار واصحاب المسألة موافقين، فانت عن اي موضوع تتكلم وعن اي زواج قاصرة تتكلم بكلام مهم جدا للشيخ الفاضل. نستمع بعد الصلاة على محمد وآل محمد. زين، اكيد سمعتوا هاي الايام، من باب المثال يعني سمعتوا هاي الايام موضوع قانون الاحوال الشخصيه، صحيح؟ سمعتوا انه اكو مبادره يابا هاي الطائفه الشيعيه اللي تابعه لاهل البيت عليهم السلام تريد تحتكم الى فقه ال محمد عليهم السلام. يا اخي احنا طائفه وعندنا مرجع اعلى في النجف الاشرف وافق ونادى وأراد هذا وطالب به، زين، فإحنا نضم صوتنا إلى صوته، إلى صوته، وطبعا حقق هذا المطلب مقبولية لدى غالبية الشيعة، لدى الأعم الأغلب من الشيعة. زين، إذا بالرسميات فمرجعنا و يعني الزعيم الأعلى لطائفتنا هو ينادي بهذا المطلب. زين، احنا ومرجعنا، احنا وقائدنا، احنا وكبيرنا متفقين على هذا. انت ليش زعلان في الطرف الاخر؟ ليش زعلان؟ الشيء الثاني اخواني، الشيء الثاني انه انتوا لما تجون الى مساله المثليه مثلا، اجلكم والمكان والمنبر والسامعين من هذا الوباء العضال، وانا طبعا ضد هاي التسميه المثليه، لواط هذا اخواني، القرآن واضح جدا وفاحشة، القرآن هم سماها فاحشة، طبعا الروايات سمتها فاحشة. زين، هاي الفاحشة اللعينة فاحشة قوم لوط، قطعا سمعتوا وشفتوا الضجة قبل كم سنة، سنتين ثلاثة هيك شيء، ضجة كبرى في العالم وفي ذول اللي على أساس حقوق إنسان وما حقوق إنسان وكذا. يا بحرية شخصية، أبا اختياره الخاص، تشي لك علاقة بي؟ راح تدخل النار مكانه؟ هذا اقته، هذا ذوقه، هذا مشربه، هذا كذا، حريته. ما حكينا احنا هم حريتنا يا اخي، ساونا بهم ساونا، احنا هم حريتنا يا اخي. نريد نحتكم الى فقه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، نريد نحتكم اليه. زين، خو ما مطلوبين، قال لك لا تعالوا زواج القاصرات، عافوا الفقه الجعفري كله. التفتوا لي اخواني، هاي نقطه كلش مهمه، كون اوقف عندها. قال لك عاف كل الفقه الجعفري، نعوفه كله، نوقف عند زواج القاصرات. شلون تزوجون البنيه 9 سنين؟ وهذا طبعا قمه الجهل والغباء المقصود المتعمد من الطرف الاخر حقيقه. ليش؟ اولا احسب وياي، احسبوا ياي، احنا عندنا كل حكم بالاسلام تحكم قاعدة كبرى اسمها لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. اذا اي واحد يشوف ضرر في هذا الحكم عليه حرام يطبقه، وليكن الصوم. خواص الصوم مو واجب؟ انتم ياي عمي ولا الصوم مو واجب ولا كتب عليكم الصيام ولا الان واحد الصوم يسبب له ضرر، شبي الصوم يبقى عليه واجب ويسقط عنه الى ايام اخر، الى ايام اخر يدفع فديه وانتهينا وخلص كل شيء ماكو. زين، تفصيل في الفقه. اذا كان في هذا الزواج في هذا السن ضرر او ضرار، خلص مو جائز اصلا، مو جائز يزوجها. هذا اولا، هذا مغفول، ما حد يسولف به، ما حد يدري به اصلا ذولا، قال لك 9 سنين. ثانيا، احنا عندنا وحده من اهم شرائط الزواج رضا البنت.
إذا ما رضت تتزوج بتسع سنين نجبرها يعني؟ كل الفقه الشيعي قدامك، أكو شي فتوى تجبر البنت على الزواج؟ أصلاً الزواج ما له معنى إذا ما رضت هي، إذا قالت والله ما راضية، ما أريد، ما أريد أتزوج، العقد هذا نفس العقد مو صحيح. ملتفت؟ فمنو قال لك إحنا نجبره إلا وغصباً إلا تسع سنين؟ من وين هاي جبتوها؟ من وين يعني؟ زين؟ وثالثاً إحنا عندنا شرط آخر في الزواج، نعم سن التكليف تسع سنين، سن التكليف تسع سنين، لكن الشرط الآخر الرديف إليه، الرديف إلى البلوغ بلغت، بس ياي بس بلغت تسع سنين تتزوج؟ لا، أكو شرط ثاني وياه يمشي اسمه الرشد، كون رشد بالغ، بالغة رشيدة، عندها عقل، عندها اتزان عقلي. زين، وحدة توصل 19 سنة وبعدها أبدا مثل أطفال، فاقد الرشد تتزوج؟ لا، لازم رشد أكون. والرابع، الشرط الرابع، وليها يرضى يو ما يرضى، أبوها الولي يقبل يو ما يقبل، يرضى أو ما يرضى، الإذن، الإذن، إذن الزواج، لازم الولي يأذن. ما أذن الولي أن تتزوج بتسع سنين؟ أكو واحد قايل؟ أكو واحد حاجة عمي؟ خامسا الإشهار والإعلان، شنو حكمته؟ ليش عود الزواج يستحب واستحباب مؤكد؟ حتى تمشي وفق العرف الماشي عندكم. أكو في عرفنا تسع سنين تتزوج؟ ماكو في عرفنا هذا، خلاف للعرف الماشي، خلاف للإشهار يعني. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. فقط كمسألة، الشيخ الفاضل تكلم مسألة فنية، الشيخ الفاضل تكلم عن مسألة جماعة الكذا الألوان ما أقدر، ويعني نزل عليهم بعبارات، هذه العبارات يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد محظورة في اليوتيوب، ففقط حذفت. الشيخ الفاضل يقول أنتم إذا تكلمنا عن هؤلاء تقولون اتركوهم مسائل شخصية كذا كذا كذا، مسألة وحرية شخصية أنتم شنو دخلكم به؟ لكن لما تكون المسألة تخص الطائفة الشيعية تدخلون بخصوصياتهم أو بأحوالهم. إذن أخواني أخواتي نقول أيضا الشيخ الفاضل تكلم عن زواج القاصرة وأعطى خمس أسباب وخمس نقاط لا يتداولها الإعلام أبدا أطلاقا ونهائيا، إنما يركز على أن الشيعي في كل البيوت تقريبا يجيب بنته تسع سنوات يجبرها يغصبها، يجبر الكل، يجبر الكل بأنه أنا اليوم إلا أزوج بنتي أم التسع سنوات، هذا هو المتصور. أما الموجود هو الذي ذكره الشيخ الفاضل الشيخ سلام العسكري، خمس نقاط، ومن أهم هذه النقاط لا ضرر ولا ضرار، من أهم هذه النقاط الموافقة، من أهم هذه النقاط النقاط التي ذكرها مثل ما بين. إذن لا نريد أن نطيل أكثر، نقول ونكرر هذا هو رأي الشيخ الفاضل سلام العسكري الذي يمثل عن المذهب الشيخ.